اختتمت منافسات بطولة عمان 13 لبناء الأجسام والتي أقيمت في الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي في بوشر برعاية صاحب السمو السيد ملك بن شهاب بن طارق آل سعيد وبحضور الدكتور عادل فهيم نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة. طبعا هذه تعتبر بطولة عمان من أقمل البطولات، والهدف من بطولة عمان هو اختيار العناصر للمنتخب من الجيل القديم إلى الجيل الجديد، يعني الفئة الجديدة ممكن يختاروهم للمنتخب ليمثلوا المنتخب للبطولات الدولية الخارجية سواء البطولة العربية أو بطولة آسيا أو بطولة العالم. طبعا تقريبا عدد المشاركين في هذه البطولة لا يقل عن 100 لاعب، وطبعا وكنا شفنا مستويات جدا ممتازة في هذه البطولة من وزن 60 إلى وزن الثقيل. والله المنافسة جدا كانت قوية ما بين اللاعبين، وطبعا في حكام جايبينه من خارج السلطنة من الاتحاد الاي بي بي كانوا، وإن شاء الله خير، نتمنى التوفيق لجميع اللاعبين وجميع الفرق المشاركين في هذه البطولة. وحقق العارض مؤيد اليحيائي المركز الأول في وزن 60 كيلوغرام، وفي فئة 65 كيلوغرام توج العارض كامل بن مبارك بالمركز الأول، وفي فئة 70 كيلوغرام حقق العارض فيروز العلوي المركز الأول، وتوج العارض وليد العلوي بالمركز الأول في وزن 75 كيلوغرام، وفي وزن 80 كيلوغرام حقق عمر المسكري المركز الأول، وفاز هيثم الزجالي بالمركز الأول في وزن 85 كيلوغرام، وحقق محمد العجمي المركز الأول في وزن 90 كيلوغرام، وتوج زكريا بن محمد بوزن فوق 90 كيلوغرام. هيثم خليل لقناة الشبيبة.